هو البارح وقع الاتفاق في الجزئيات الكل، وقع الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بينه وبين المدرب. اليوم المدرب جاء حب يحضر في المقابلة وما كانش ممكن، يعني إذا احنا سيء هو من المؤمن يجمش يكون على البنك، وتعرف اللي اذا انت انتهت معناتها المده نتاع التدريب نتاعك عشان نجم يكون موجود، دونك جاء للمقابله ومن بعد سلم على الملاعبيه وغادر الملعب قبل المباراه يمكن بساعتين ولا بساعه ونص. وهذا عادي، بارك الله فيه على العمل اللي قام به في الاتوال، نجح في حوايج ما نجحش في حوايج، ترشح للدور الثمانيه في بطوله افريقيا، يقعد مدرب كبير. وبالنسبه لنا احنا تعاملنا معاه بطريقه حضاريه، وهذا معناتها مش جديد على الإتوال، أما من غير الممكن بش ومن غير الطبيعي باش يكون المدرب موجود على البنك اليوم وهو صح ريزيليسيون كونترا. يعني تعرف اللي احنا في تقاليد النجم وفي تقاليد الجمعيات الكل كي تبدا فما مفاوضات ما عمرك ما تقول راني قاعد نتفاوض مع المدرب الفلاني، بطبيعة فما عديد الاتصالات بمدربين في حجم وفي قيمة النجم الساحلي إن شاء الله، وفي الساعات المقبلة سوف يقع الاتفاق إن شاء الله مع مدرب، وسوف يقع الإعلان على اسم المدرب اللي باش يكون على رأس فريق إن شاء الله. المقبلة معناها نهار نهارين ممكن، معناها معناتها في أيام قليلة، مع ساعات ولا أيام معناها. نقطة أخرى نحبك أنت تجاوبني عليها في خصوص المدرب، هل سبق له تدريب النجم الساحلي أم لا؟ لأنه النجم الساحلي في واقع مختلف نوعا ما. فما مدربين احنا قاعدين نتفاوض معهم سبق كونهم دربوا نجم الساحلي، فما مدربين اخرين قاعدين نتفاوض معهم لم يسبق لهم تدريب نجم الساحلي بالحق معناها، فما ليدو دونك احنا من اليوم مازلنا ما متفاهمناش. اذا احنا نتفاهموا مع المدرب سوف يقع الاعلان عليه في الدقائق اللي معناتها تلي الاتفاق، اما حتى لهذه الساعه مازال. دونك اليوم نجم الساحلي عنده مشكل كبير اللي هو الحقيقة، وهذه نقولها وإحنا أمامنا معتها الإذاعات الجهوية الكل، ونعرف اللي مصلحة النجم تهمهم برشا، التصرفات متاع التحكيم اليوم والبريستاسيون متاع ليزربيتر كل جمعة ولينا نشوفوا فيهم بصراحة معناها نقطة استفهام كبيرة. من بعد يخسر يعاقب لك الحكم جمعة ويعاقبه شهر، أي ومن بعد أنت ما بدلت حتى شيء، تنحي اسم تجيب اسم، تنحي اسم تجيب اسم، تنحي اسم تجيب اسم، وكل واحد يجي يخسرك في نقطتين ولا في ثلاثة نقاط. شفنا اليوم ضربة الجزاء في الشوط الأول واضحة ما تزفرتش، شفنا ثلاثة أقل شيء ثلاثة ولا أربعة ورقات صفراء كان ينتج عنهم ورقة حمراء للظهير الأيسر والظهير الأيمن بتاع هلال الشب، لم يقع معناتها أعطاهم مع كامل احتراماتنا للفريق الشاب اللي هو فريق ممتاز ويلعب كرة ومعناتها فريق ممتاز جدا الحقيقة، لكن النجم اليوم تظلم في ميدانه مرة أخرى وتسرقنا في نقطتين. وهذا زاد حاجة اللي فما ناس تعرف اللي فترة الفراغ هذه في الإتوال مش باش تطول، يعرفوا اللي غدوة الإتوال باش ترجع في أفضل حالاتها باش تلقانا تسرقنا في 10 ولا 15 نقطة، هذا سي كالكولي